الإفراج عن الطفلة الفلسطينية، عهد التميمي واعتقال الكاتبة الفلسطينية لما خاطر، أبرز الهاشتاجات التي احتلت قائمة الترند المحلي على منصة تويتر خلال الأسبوع. كونوا معي أنا شيماء مقداد في حلقة جديدة من برنامج سوشيال بلس عبر منصة بال بلس الرقمية. أهلاً وسهلاً بكم. تصدر هاشتاج عهد التميمي قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على المستوى المحلي لعدة أيام، وذلك بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتداول النشطاء على فيسبوك وتويتر صوراً لعهد وعائلتها بعد الإفراج عنها، وأظهرت الصور اللحظات المؤثرة لاستقبالها وكذلك المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمام المعتقل. كما انتشرت صور أخرى لاستقبال الرئيس محمود عباس للطفل عهد التميمي في مقر الرئاسة برام الله، وتباينت ردود أفعال النشطاء حول هذه الصورة. يذكر أن عهد التميمي التي تبلغ 17 من عمرها اعتقلت في 19 من ديسمبر العام الماضي، لتتصدر حينها صفحات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد أظهر الفيديو الشهير الذي تم تداوله على نطاق واسع صفحة طفل عهد لجنديين إسرائيليين مسلحين وهي تدافع عن والدتها، الأمر الذي كان سبباً في اعتقالها بالإضافة إلى والدتها. تم نشر آلاف التغريدات على الهاشتاج خلال الأيام الماضية، ووصلت عددها لأكثر من 20 مليون حساب على تويتر، تاركة ما لا يقل عن 50 مليون تفاعل. عاد هاشتاج لما خاطر للظهور إلى السطح ثانية على منصة تويتر بعد انتشار صورة جديدة لها تظهر منع السلطات الاحتلال الإسرائيلي طفلها من زيارتها أثناء المحاكمة. وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الصورة التي ترمز إلى عنجهية الاحتلال الإسرائيلي، كما تم تداول النشطاء كاريكاتير للدكتور علاء اللقطة حول الموضوع. وكانت صورة الكاتبة الفلسطينية لما خاطر وهي تودع طفلها قبيل اعتقالها من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي قد تصدرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر النشطاء هذه الصورة وغيرها من المعلومات عن لما خاطر من خلال هاشتاج حمل اسمها، وتصدر الترند المحلي على منصة تويتر لأيام. وطلب النشطاء بالحرية للكاتبة الفلسطينية التي اشتهرت بكتاباتها القوية ضد الاحتلال، وتغنى العديد من النشطاء بهذه الكتابات واعتبروا اعتقالها خطوة يائسة لإسكات قلمها. الهاشتاج ما زال في قائمة الترند المحلي مع أكثر من 3500 تغريدة، وصلت التغريدات لأكثر من 14 مليون حساب على تويتر، تاركة ما يزيد عن 26 مليون وربع المليون تفاعل. ما زال هاشتاج كاريكاتير الذي يضم الكثير من الصور الساخرة التي شاركها النشطاء وحسابات العديد من المواقع الإخبارية يتصدر الهاشتاجات الأكثر تداولاً، وصل حجم التفاعل عليه خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 100 مليون تفاعل. تضمن الهاشتاج العديد من الصور التي تعبر عن قضايا اجتماعية وسياسية مستوحاة من الواقع، نستعرض منها. هذه كانت جولتنا مع أبرز الهاشتاجات التي شغلت النشطاء والمغردين خلال الأيام الماضية. انتظرونا في حلقة جديدة من سوشيال بلس. إلى اللقاء. بال بلس، قناة فلسطين الرقمية.